غادي يكون مزيان بزاف عاد اكثر من الزهد. غادي يجيو الناس يخدموا هنا وعاود الناس يمشيو من هنا يخدموا تما وبزاف كلشي الناس باغيين هذه الحاجه، كلها اسرائيل باغيين هذه الحاجه بزاف، والكثره تيمشيو للمغرب بوحدو كلهم اسرائيل تيجيو غير المغرب اللي عزيز عليهم المغرب بزاف. وتشوف شحال من عام كاين الهلوله كتجي في ديسمبر عاد جينا منها من الورزه الواد برحيل كتكون 3000 ديال البلاد تما اللي كيجيو من العالم كله، كاين في عاود في وزان، كاين في الصويره، كاين في الصحراء في الريش اللي كيجيو 3000 هو قريب ان شاء الله ما بقاش بزاف شي شهر وشي حاجه تيكون عاوتاني جاو الناس تما. وعندنا تيكون واحد الكوميرس كبير مخير بزاف بزاف ملي تيكونوا على كل حاجه، من الطيلات من التاكسيات من الخدامه من الشوفوره من لي كويزينيير من كل من اي حاجه الحمد لله. انا هنا من عام 75 وانا في هذا المحل هذا الحمد لله، وكيجيو من اليهود والمسلمين واللي جا مرحبا به، مثلا نقول حتى واحد ما كاينش، حنا خدامين وترونكين الحمد لله في الدرب، ما كاين حتى حاجه ما معنا مشكل، ما كاين حتى واحد يهضر معنا ولا يتحرك معنا، بقاو ساعه ما بغينا نحلو تنجدو الحمد لله كل شيء كان مزيان. الطريقه حنا تيكون عندنا لي رابان ديالنا سبيسيال اللي هما عندهم واحد الورقه من لي كرو رابان، اذا ما عندهم شي ورقه ما ياخذوش يذبحوا، تيمشيو يديروا واحد ستاج تيتعلموا باش يذبحوا ويقلبوا ويكونوا مسكين خاص ديال الذبيحه سبيسيال لما يكون فيها حتى شي ضريبه صغيره ولا شي حاجه. وهذا هو حنا تنتسنى واحد تنرجعوا ان شاء الله يجيو الاسرائيل ناكلوا بحال اللي كان من الاول، وتكون الخدمه مزيانه ويكون الكوميرس مزيان الحمد لله، والله يسر سيدنا. ايوا غادي بعدا غادي يجي التوريست بزاف، غادي يدخلوا بزاف ديال التوريست ان شاء الله، وتيحسوا نيت ماشي واخا ماشي من غير من اسرائيل، من دوله كلشي تيعرفوا باش دابا كاين لابين بين اسرائيل، كاين صلح بين اسرائيل والمغرب، دونك الناس اللي كانوا تيتخلعوا باش يجيو للمغرب ما تيبغيوش يجيو، دابا غادي يزعموا وغادي يجيو ان شاء الله كثر، ماشي غير من اسرائيل بوحدو، من الدولات كلشي اللي ما تيبغيوش يجيو لهنا. امبيكابل، عمرنا ما كان عندنا حتى شي مشكل مع المغاربه ديالنا. وني انا تشوف انا دائما في الدرب انا كلشي تيحترمنا، كلشي في كل موضع تيحترمونا، تنحترموهم ويحترمونا، ما كاينش شي حاجه نقولوا دي اللي تتنوض شي صداع ولا شي حاجه، والو كلشي بخير ان شاء الله. عندنا بزاف ديال المغاربه اللي تيجيو يتقداو عندنا، تيسريو كلشي، داكشي تنديرو كلشي تيسريو. اشنو كديرو؟ تنديرو الحلوى، تنديرو الباستيات، تنديرو بزاف ديال الطبيخ، تنديرو كلشي. دابا مع هاد الماكله وكلشي، دابا غير مع هاد المرض هذا دابا كلشي واقف. ما تنديرو العرشه، تنديرو لي زيفينمون كبار بزاف. بين اسرائيل والمغرب سي اكستراوردينير لا فيريتي. Ah, moi je suis une maghrébia mais à fond hein, 100%. Hein. C'est très difficile pour moi. Pour que je laisse le Maroc, il faut que je meure. Sinon je ne laisserai jamais le Maroc et je quitterai jamais le Maroc. Jamais. Croyez-moi qu'ils n'ont pas peur les Israéliens de venir ici. Ils connaissent les Marocains. Ils savent. Ils savent ce que c'est que le Maroc et que le Marocain. Le Marocain ne fait pas peur. S'il y en a un qui ne fait pas peur, c'est le Marocain. Parce que c'est le Marocain, sa nature, il est accueillant. Il partage avec vous. Même s'il a un morceau de pain, il va vous donner la moitié. Il va vous ouvrir la porte, toujours. Toujours. Les Israéliens sont durs. Hein? Mais enfin, quand ils viennent ici, la vérité, franchement, quand ils venaient ici, beaucoup de gens profitaient de leur venue. Ça faisait marcher tout le monde. Les gens vendaient beaucoup. C'est un échange important. Et puis, il faut pas oublier, du point de vue agronomie et tout ça, les Israéliens, en rentrant ici, et grâce à l'intelligence de ce roi que nous avons, que Dieu le bénisse, il va permettre de faire du Sahara un jardin. Ça va devenir un jardin d'agriculture, ça va être une beauté. Tout le Maroc, ça va prendre un élan économique extraordinaire avec cette ouverture.